ده ايه يا رب القرف اللي انا فيه ده؟ ده كان يوم اسود يوم ما اشتغلت وسط عيله. لا ومحسسني ان انا شغاله في وكاله عبد الغفور البرعي وابنه. ايوه يا سيدي مضيت. امال انا بكلمك ليه؟ ايوه الموضوع مضايقني جدا. ايه؟ ثانيه. اوكي. طيب يلا سلام. مع السلامه. ايه؟ شفتي مروان؟ لا ما خدتش بالي، كنت بعمل حاجه مهمه جدا والله. منك لله. ومامي عندها علم باللي انت عملته ده؟ ما تتكلم يا ابني. مروان. ما تقول لها. ما هي مش عارفه. انت عارفه ابنك عمل ايه؟ ما انا كنت هقول لك يا ادهم بس. كنت هتقولي لي؟ تقولي لي ايه؟ يعني انت مستأذن من امك ان انت تاخد تاكسي وتيجي من النادي لغايه هنا ولوحدك؟ انت عارفه كده؟ تاكسي يا مروان؟ انت مش مفهمني ان بابا صاحبك هو اللي هيوصلك؟ بتكذب كمان؟ وتاكسي وبالليل؟ ماشي يا مروان، حسابنا بعدين في البيت، اصبر عليا. تعالى. لا سيبهولي انا عايزه. هبعتهولك بعدين، تعالى هنا، تعالى. اصبر عليا، بس لما نروح، اتفضل قدامي. اتفضل قدامي. ايه اللي انت كنت هتهببه ده؟ وبعدين قافل تليفونك ليه؟ انا بحاول اكلمك. انا مش قافله، ده فاصل. حبكه الزفت ده يفصل دلوقتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. خلاص عموما انا اتصرفت. ازاي؟ هنقول له ان الماتش اتلغى. طب ما هيبقى عايز يكلم كابتن راجي. يا سيدي انا هتفاهم مع كابتن راجي بعد كده. طيب بس يا مامي. مفيش بس يا مروان، ما تقعدش تبسبس لي. انت شفت شكله عامل ازاي اصلا لما عرف ان انت جايب تاكسي وبالليل؟ مش حال بقى لما يعرف اللي انت جاي تقوله له. طيب ماشي. انت رايح فين؟ هروح. تروح ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انا عايزاك تطلع له دلوقتي عشان تقول له ان انت كنت جاي عشان 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 تطلب منه يصالحني. وانت عايزه تصالحي؟ مش عايزه تصالح ولا تنيل، بس مفيش حاجه تانية نقولها له. طيب يا ماما ممكن بقى تبطل رغي عشان انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي دلوقتي، ممكن تسمع الكلام وتطلع تقوله اللي انا بقوله لك؟ يلا. بتستر. بابي انا اسف اني جيت بالطريقه دي. قولي يا مروان انت كنت عايز ايه؟ انا كنت جاي اقول لك اني عايزك تصالح مامي. هي اللي قالت لك تقول كده؟ لا هي ما تعرفش اصلا. طيب حبيبي الحاجات دي بقى ما تتقالش هنا، تتقال في البيت. انا اسف. ما حصلش حاجه. انا عايزك بقى تركز كده وتهتم بالتمرين، انا عايز ماتش حديد. اه صحيح الماتش اتلغى وبقى في مكانه تمرين. لا يا راجل مش معقول، هي كل مره تصدف فجاه اتفرج عليك يحصل حاجه. بوخه دي مش مشكله مره تانية. يلا عشان نروح مع بعض. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.